أنت تسأل وراح تلقي جوابك يم دليلي. كيفية تركيب وإعداد مودم آسياسل USB. الخطوة الأولى، اسحب الغطاء الأمامي لقطعة USB إلى الأعلى من الزاوية التي توجد فيها العلامة الخاصة بذلك. ثانياً، أدخل شريحة السيم كارد في مكانها الصحيح كما هو موضح في الصورة. ثالثاً، لإغلاق الغطاء، أدخله في المسرب الصحيح ثم اضغطه إلى الأسفل حتى يستقر في مكانه. اسحب الغطاء للخارج. أدخل مودم USB إلى جهاز الحاسوب أو اللابتوب. ستظهر نافذة تعلمك بأن المودم قد تم تركيبه بنجاح وأصبح جاهزاً للاستخدام. سيظهر لك الخيار التالي على الشاشة، حيث يمكنك اختيار اللغة العربية أو الإنجليزية، ثم اضغط أوكي للمتابعة. ستظهر نافذة جديدة، يرجى الضغط على Next للانتقال إلى الخطوة التالية. بعد ذلك سيظهر هذا الخيار، اضغط Next للمتابعة ثم اضغط على Install للتقدم، ومباشرة سيتم تنصيب المودم. بعد انتهاء عملية التنصيب يرجى الضغط على Finish لإغلاق النافذة، ومن ثم ستشاهد على الشاشة أيقونة إنترنت آسياسل وقد تم تنصيبها. بعد الضغط مرتين على أيقونة آسياسل للإنترنت ستظهر هذه النافذة على الشاشة. اذهب إلى خيار خدمات القائمة USSD ثم اضغط على تحقق من حساب الرصيد لتفعيل الخط كما هو موضح، وللبدء باستخدام الإنترنت عبر الضغط على Connect. والخطوة الأخيرة، اضغط على Disconnect إذا رغبت بإيقاف استخدام الإنترنت. والآن لمعرفة سرعة أداء عمليات التحميل والتنزيل، اضغط على خيار Statistics، وبذلك تكون قد قمت بتنصيب واستخدام مودم آسياسل للإنترنت بنجاح.